سعاد ما حد ياخذ مكانها في بيتي. احبها يا عباس. سعاد هذه روحي هذه قلبي. ايش قاعد تخربط انت عباس؟ شلون اخذ واحده غيرها؟ ايش فيك؟ ما فيني شيء، خلاص اسف، انا مو قصدي اضايقك، انا اسف. كسرت ظهري يا عباس. وبعدين هذه مقلبي ان صارت دريسه، بكره اذا جابت نسبه كبيره ودشت الجامعه بترفع خشمها. وإذا رفعت خشمه والله لا أكسره. حرام عليك النسيب، وبعدين أنت اشتبي فيها يا أخي، خلي المرأة تجاب دراستها ومستقبلها، الله يوفقها، حرام مسكينة. والله ما حد مسكين إلا أنتوا على نياتك. وبعدين تعال قل لي أنت شو مسوي في أختي؟ إيش في قامتها؟ خلها تسأل على أخوها العود، ترى أكسر هالشيش على راسه. لا تكفى، يرحم والدك، لا تسوي فيها شيء. هي موجودة حبيبتي، بس مسكينة شوي مشغولة. لاهية عاد من زود أشغالها. قل لها تسأل على أخوها، خلها ترفع التلفون، ترى أوديها عند أمها مصر. لا تكفى، لا خلها هني يمي، أنا ما أقدر على فراقها، أنا أحبها. خلاص بقول لها أدق عليك وتكلمك، بس أنت طول بالك. تدري شلون بطلب لك خوش طلب؟ يا حمادة يب عصير نعناع مع الليمون حق عمك عيسى، وزود الليمون شوية. خلي يب الشيشة، ترى ذبحني. حاضر على أمرك. ويب الشيشة اللي طلبتها حق عمك عيسى بسرعة. زين عطنا 20. 20؟ النسيب يعني بصراحة يعني أنت قاعد تيجي قهوتي معزز مكرم، وقاعد تطلب كل طلباتك وما تدفع ولا فلس بلاش، ليش بعد 20 و30 و50؟ يعني حرام. تعطيني 20 ولا شلون؟ إن شاء الله حاضر بعطيك. حاضر إن شاء الله. هات أشوف. أنت شحق مجابني؟ قوم روح نام يلا. خالتي شنو استمي من الفك يعني؟ ما صدقت على الله أنا عطلت، هم تبيني يعني أمشي؟ ما أصير. حول ولا قوة إلا بالله. يا يما أنا بيك تعدل نومتك ما تخترب. معدلها ولا تحاتين، انا خليني شوي استانس معاك. ليش تبي نفتك يعني؟ ليش كتسوي معاك؟ زين هاك عيل، سمعني قصتي لانها صعبه علي وايد ومو قادره اركز فيها. سمعني ما عندك شغل سمعني. شوف شو تقول؟ ركزوا. ايه ركزوا رفاتك في الرمال، في الرمال لواء. يلا اخذ لواء خالتي. يستنهض الوادي صباحا ومساء. يا سلام عليك، المساء هو الموضوع. اي يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي الى جيل الغد البغضاء. الله عليك، انت شنو بغضاء هذا؟ يعني بغيض. وايد حلو البغيض. بغيض ايه زين. اي لا صح، بس عندك قطيتي بدليه شوي. بس عاد يلا، حلوه قصه بحفظتها. صعبه وايد صعبه الصراحه. وايد ايه. بس انت راح تسمعين، راح تاخذين يعني في المارك ان شاء الله. ركزوا رفاتك في الرمال، في الرمال. نسيت حسب. يلا شنو؟ قم اصبروا ابليسكم. طارت. ركزوا قاعدة؟ اي قاعدة، مش عندك؟ اقول تقدرين تدقيلي على مريوم؟ انتو بعدين معاك؟ للحين ما شلت هالسالفة من راسك؟ خلاص بس انسى البنية. بتدقين ولا لا؟ ساعة كم الحين؟ ما ادري، عندك لابتوب؟ عندك ساعة؟ شوفي الساعة 11. اي 11 تو الناس. يلا دقي خلصي. الو، هلا مريم. اشوف. اعطيني. الو، هلا مريم. كلمتي؟ ناطره انت، ناطره ايش فيك انت؟ ايش فيك خبل انت؟ شنو ياهل عندك؟ انا قاعد انطرج، ابغى قاعد العب معاك. كلمي خلصيني. يلا روحي كلمي الحين، روحي نام. زين شوفي باكر اول ما يقعد على طول تكلمينا بالموضوع، مو تنسين. يلا سلام. شنو هذا؟
انا مو قايل لك 1000 مره هذين الصور لا تطلعينهم. ايش فيك انت ما تفهمين؟ كيفي مالك شغل، انا حره. شنو انت حره؟ الصور هذين تشققينهم وتقطينهم بالزباله تحرقينهم، ما نبي نشوفهم هني بالبيت. الصور اللي عندك سوي فيهم اللي انت تبي، هالصور بيتمون عندي وما راح اقطهم، مالك شغل فيني. ماشي سيف، عطني الصور قاعد اقول لك، عطني الصور. شفيكم شو الصوت هذا؟ كل واحد فيكم بغاش كبره تلبسون من الجامعه وتخانقون. روح الدوليه ساعتين ارد عليكم ذبحين. شو هذا ذبحين؟ لا يبا ماكو شيء ماكو شيء، ما بسمع صوت. قاعدين تطالع تلفزيون؟ لا والله ادري قاعد تطالعون تلفزيون. يلا يلا طفوا طفوا قوموا درسوا قبل لا تنامون، يلا باكر عندكم امتحان. والله عاد انا درست، عاد قولي حق لطفو ما درست كلش. انت ايش تبين يا الوقوفه؟ لطفو سوالفك هذه وحركاتك تطوف على امك، اي بس ما تطوف علي انا. قومي قومي روحي درسي، ان شاء الله لو تروحين مواصله بتروحين تقدمين الامتحان يعني بتروحين. خالتي مليت من الدراسه، طقت كبدي بعدين كذي ولا كذي، ما راح انجح وراح اعيد السنه مثل كل مره. افا لطف، ليش ما تتفائلين بالخير؟ ليش ما تقولين ان شاء الله انجح هالسنه؟ سمعوني يا بنات، انا ما ابي اصير قدوه لكم، بس على الاقل تعلموا مني شوي. انا الدنيا بهذلتني وسوطرتني، طلاق وتطلقت ودراسة درستها على كبر، ما يأست، أتمنى أني حتى أخذ شهادة الدكتوراه. شوفوني أنا قاعدة أداوم من الصبح للظهر وأرجع أروح المساء، وعقب أرجع البيت هني قايمة فيكم مع أمكم. الحمد لله كا مشيت. يا بنات لا تصلحون أغلاطكم على كبر مثلي، ترى باكر تحسفون. درسوا، ترى الربادة مو شيء، عيشوا أحلى أيام عمركم عيشوها، بعدين ترى اللي ما عنده شهادة ما يسوى شيء. زين خالتي كام مريم؟ طلعت من المدرسة وقعدت في البيت، ليش ما طلع مثلها؟ أفا لطوف أنت تقولين هالحكي؟ وين طموحك؟ وين أحلامك؟ وين أول اللي تقولين أنا أتمنى أخلص الثانوية وأدش الجامعة وتخرج حالي حال بثينة؟ وين هذا كله راح؟ انتم مو تحبونها؟ مو تبون تصيرون نفسها؟ الله كلنا ودنا نصير نفس بثينة، حدها كيوت. ودامنها حدها كيوت على قولتك صيروا نفسها. بعدين تدرون؟ حمدوا ربكم انتم عندكم ام وابو، عندكم ام وابو قايمين فيكم ومو مقصرين معاكم. وهذيك وعليا حتى ام ما عندها، ايش تبون اكثر من كذي؟ قولوا الحمد لله والله يطول بعمر ابوكم وامكم، ترى الشهادة حلوة. السلام عليكم، وأحلى نسكافيه حقك يا أحلى خالة بالدنيا. بس قلت لكم شوي 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 وين هالسوالف؟ إن شاء الله ما عليهم راح أسوي لك شيء بروفيشنال. غريبة. ها الحين بتدرسون ولا لا؟ ندرس خالتي بندرس. يا الله يا الله يا كريم، عليك ولا على غيرك يا رب العالمين. يا الله صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والكرامة. تصدقين وتامنين بالله؟ لا إله إلا الله، إني ما ياني نوم اليوم كلش. من طلعت الفجر رحت المسجد صليت، رديت البيت قلت أنام شوية أريح، كل ما غفت عيني فزيت من النوم مرة ثانية، ما أدري إيش فيني. أنا حاسة فيك وأنت تفزز. آه وأنت أنت إيش فيك وش اللي خلاك ما تنامين؟ شو أسوي أبو شاهين؟ قاعدة حاتي هالصبي من ساعة ما قال لي بروح الشاليه وأنا قاعدة حاتي، عيني جزاها النوم. أنت إيش فيك هالشكل؟ شاليه بيروح؟ أي شاليه هذا اللي بيروح له؟ وين شاليه ربعه اللي يجون الديوانية معاه؟ قالوا بيروحون هالخميس وقالوا له تعال معانا. خير ان شاء الله،
خلي يروح، ريال مو هو بياهل هذا. لا بصراحة بيني وبينك أنا أخاف عليه، حتى لو كان هو تدري فيه هو ما يعرف يتكلم ولا ينطق ولا يسمع. بعدين أنا بصراحة أخاف عليه، أخاف يغرق بالبحر ويصير فيه شيء ويبي يصيح ما يقدر. ما أدري أقول لك والله، خاف يهونون عنه وبينهون عنه، ما أدري. يا بنت الحلال إيش فيش أنتي هالشكل؟ إيش حق تفاولين على الولد؟ خليه يروح يستأنس، خليه يغير جو، خليه يرتاح شوية. الله يحفظه إن شاء الله، هو فطين ويعرف حق نفسه تمام. إن شاء الله الحافظ رب العالمين، الحافظ يا رب العالمين، يا الله الله يحفظه. زين شو اسمه؟ لي خلصت ريوقك يبي وتعالي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على أمرك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. صباح النور. أو فهد، ايش هاللبس هذا؟ بتروح الامتحان كذي؟ اي ما امتحان، ايش يلبسون العيال؟ يلبسون لبس محترم. انت ريال بتروح تواجه دكاتره، تقدم امتحان، مو بتروح حق ربعك هذولا بجراند افنيوز. زين الحين ليش تعايريني؟ هذا بدل تقولي لي شد حيلك بالامتحان، الله يوفقك. كل هذا عشان دشيت المعهد؟ يا حظي، على شنو ادعي لك؟ على الامتحان اللي بتدشه مال الطب ولا الهندسة؟ كله عليك سعيد، عليك مبارك وطيران، ايش عندكم؟ وإيه؟ صباح الخير. صباح النور. يلا أفهد، مستعد حق الامتحان؟ إن شاء الله. حفظت النوتة؟ إيه عمي، حفظت النوتة والحين براجع بالسيارة. كفو والله. سمعي، ولدكم عبقري هذا بيصير فنان كبير وتشوفين. ان شاء الله. العموم عدنان، الحين موسم امتحانات، وبعدين لبني يدورون الصالونات، فلازم نلحق على امرنا ونفتح، ما يصير كذي تاخرنا. كل شيء بيصير، والمندوب مو مقصر، قاعد يخلص المعاملات، اهم شيء المكان. المكان ان شاء الله موجود وبيعجبك. زين ما قلت لي، تبني اصب لك شاي ولا حليب؟ شاي بالحليب. شيء مع بعض؟ شد حيلك يبا، ها؟ إن شاء الله. حاضر. كفو والله. يلا هاكم أكلة، وعشان يمدينا نروح نراجع بالطريق. يلا بسرعة هاكم. أنا باخذها معي المدرسة. إيه اخذي الصحن زين. إيه أنا بعد. يلا. حطي. هاو؟ هذا منو نايم هني؟ هاو؟ أحمدو؟ هذا ليش مو نايم في داره؟ يا حليلك خالتي، هذا شكله مواصل من امس وتوه نايم. هي الفال لنا باجازه يا رب. انزين خالتي، ما يصير يخلونك تمتحنين معانا بمدرستنا؟ اشوف في حريم مسائي يمتحنون معانا، ليش انتي مو معاهم؟ هم كذي حبيبتي، موزعيننا على اكثر من مدرسه. ويلا تكفون، يلا ورانا امتحانات. يلا. الا تعالوا، مريم واختكم وينها؟ ما شفتها. ما ادري. وانت ايش علمتش هالحكي هذا؟ منو قال لك هالكلام؟ متحكين، ردي على ابوك. يبا انا بروحي عرفت، ما حد قال لي شيء. وانا احب اقول لك بعد ان سالفه البيت هذا شيء يخصني انا ما عمك. الصغار ما يدخلون شغل كبار، فهمتي؟ يبا ايش فيك؟ هذا مو بيتنا احنا نفس ما هو بيتك؟ امبلا بيتنا مثل ما هو بيت ابوي، وانا بعد ورثته منه. اي بس يبا هذا مو بيتك، هذا بيت عمي فيصل وبيت عمتي ضياء بعد. تعالي انتي، ما تستعين على وجهك، شلون تحاكين ابوك كذي؟ اي ما انا ما قلت شيء غلط، قلت الصدق. فيكم خليها على راحتها.
وحين انت حضرتك جاي من فير الله عشان تقولي لها الكلمتين قبل اروح الدوام؟ ما في صبر تنطرين؟ انا بعرف شيء واحد، منو خاصمك على هالحكي هذا؟ بثينة بنت عمك مو كذي؟ لا يبا لا، بثينة ما لها شغل بالموضوع. عيل منو؟ تعالي خليها، تعالي وين رايحه؟ اقول لك خليها يا فاطمه. لا لا خلاص، هذه فيها شيء مو مضبوطه. خلاص يا فاطمه، انا عرفت الغمن ده عدل. يا ربي ايش فيها هالبنيه؟ صار لها مت مو مضبوطه، ما ادري ايش فيها. عامر يبا، كل اللي تبيه انا حاضر، بس اهم شيء حقنا يرجع من عمي. يعني يرجع كلام مريمو مع ابوها ما اثر فيه؟ مريمو يبا، انا شفت بنات اغبيه بس مثل مريمو كذيك مخها وبارده عمري ما شفت، ما تعرف يتصرف كلش. عيل خلها تولي وسوي اللي بقولك عليه ونفذه بالحرف الواحد، لا تنقص ولا تزيد. حاضر، بس شنو؟ كلها أيام تخلص الامتحانات وبيت عمك بيشغلون مع نتائج ينطرونها تطلع، راقب لي البيت عدل هالأيام هذه. من تصيدهم على يوم طالعين دش ودور لي ورقة البيت. أي بيت؟ بيت عمي شهاب؟ عليك نور. الأورقة اللي تقول إن البيت تسجل باسم عمك شهاب، دورها ويبه. يبا مصدق؟ زين شلون أدش؟ لا تقول بعد طق الطوفة. لا يا الخبل، دق الجرس ودش، أكيد بيخلون الخدامة في البيت. مو معقولة بعد بياخذونها معاهم. زين يبا بعد هم مو معقولة بيطلعون من البيت كلهم بيطلعون مرة واحدة. إذا دشيت أكيد بلقى أحد. واحد اثنين أبرك من كلهم متكودين بالبيت وما تقدر تسوي شيء. دش وسوي اللي تقدر عليه علشان تطلع بهالورقة ويبا. منو؟ أنا سيف. سيف؟ هلا هلا يمه. هلا خالتي. هلا والله. شلونك؟ خير الحمد لله. حيا الله من يانا. الله يبارك. سلم عمرك. شلونك؟ شلون أبوك؟ خيتك؟ الحمد لله كلهم بخير. الله يسلمك. تفضل يمه حياك. لا 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 ما له داعي خالتي. إيش دعوة؟ أنت غريب. تعال تعال، على الأقل شرب كلاس ماي ابن حلال. تعال. لا عمي وينه؟ كنا مو هني. ايوه علي عمك طلع من الصبح راح يشوف النتائج. طلع هو العيال خبرك اليوم نتائج الثانوية. ولو تشوفوا علي مش تطل المعجنات والكيك وحالته حاله. الله يكون بعونه والله. ان شاء الله عاد النتائج تطلع خير ان شاء الله. الله يوفقهم ان شاء الله. امين امين يا يما. الله يسمع منك. ها شنو تشرب؟ لا دام عمي مو هني انا استاذن اي لوقت. ايش دعوه عمك مو هني؟ انا هني خالتك هني. يلا قولي ايش تشرب ولا تبي بارد؟ لا لا شاي شاي. شاي ولا بارد؟ لا شاي. خلاص الحين اجيب لك، تستريح يما.
لا تخافين يا سعاد، لا تخافين، بإذن الله ناجحة. لا تحاتين يا أيوب، إن شاء الله خير. يا رب يا رب يا أبو أحمد، الله يسمع منك يا رب. خالتي الله يهداك، يعني أنت قاعد تحاتين من صدقك؟ إذا لي أمك نجحت أنت ما راح تنجحين، يعني مستحيل يعني. وي عطايحة من عينكم أنا؟ بعد هذا صدق، أنت كلها مقوعة عايدة السنة، يعني شو نسوي لك والله؟ إنزين خالتي شو تسوين إذا رحتي شفتي نتيجتك وطلعتي ساقطة؟ بس هذه يلا تركي عنك هالسوالف البايخة، ما عليك منها خالتي، هذه وحدة فاصلة عن الدنيا. ان شاء الله ناجح يا رب، ناجح يا رب يا حبيبي يا رب يا رب. وين خالتي ايش دعوه داش حرب؟ سعاد لا تحاتين الله يهداك، يبا ان شاء الله ناجحه. ادري عنك انت شاطره، ما ينخاف عليك. يا رب يا رب، انا تحت رحمتك يا رب، يا رب تنجحني يا رب يا رب يا حبيبي يا رب، طلبتك طلبه يا رب. ايوه ها سيفو، ايش فيك صاير؟ خرعتني سيفو. الو سيفو، انا هني. ساوي تكفى، بطلبك طلب. اي احد يسال عني اليوم قول ان انا طول الوقت كنت معاك. يعني تبي تشذب؟ ايش دعوه عاد؟ خف علينا يا الصريح، طول عمرك كنت تشذب. تشذب اليوم بس، يعني ايش فيها؟ زين اوكي اوكي بتشذب، بس بالاول اعرف شنو السبب. انا اقول لك كل شيء، بس خلنا نصفط سيارتي هنا واركب معاك ونروح اي مطعم ناكل لنا اي لقمه نشرب لنا شيء بارد وانتفاع. بس على حسابك. على حسابي. يلا يلا فوق. مبروك مبروك خالتي، مبروك. هي هي واخيرا اخيرا سويتها ونجحت. ايوه مبروك مبروك الحمد لله. يا ام احمد، ام احمد فطوم تعالي، باباك حق اختك نجحت. فطوم نجحت، تعالي. ترى يمكن قاعد تصلي. خل ادورها يما. وين اغراضي انا؟ لا ما اقدر، انا بروح ابشرها، ما اقدر. يلا 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 يما. ماما تعبان. شنو؟ ماما تعبان. خالتي يما، امي تعبانة. وينها يما؟ فطوم بسم الله عليك، ايش فيك اختي؟ لا تخافين حبيبتي، ما فيني شيء، كنت بالمطبخ بس وحسيت بدوخه في راسي وطحت. وي بسم الله عليك يما، صار فيك شيء؟ لا الحمد لله بخير، لا تحاتون. الله يهداك بس يا فاطمه، الحين دكتور مو قايل لك مالك شغل بشغل البيت؟ ايش حق داش المطبخ؟ يعني احنا ما يمدينا نفتح عنك شوي الا حكيت جدينك وقعدت تحوسين فيها البيت؟ الله يهداك بس. يا ربي بعد شو اسوي يا نظيف؟ يعني ما اسوي له شاي قهوه بعد ما يصير. ضيف؟ ومنو هالضيف؟ سيف ولد اخوك. سيف هو ولد عمي؟ ليش يبي؟ هذا مو من عوايدينا كلش. انت متاكده انه سيفه؟ اي متاكده، بس الله يهداك يا ابو احمد، يعني بدخل ريال غريب بيتي. اي متاكده سيف ولد اخوك ما غيره. انزين يما ما قالت شبي؟ والله يا يما يقول ياي يسير على ابوكم ويسلم عليه. عشته، وهو من متى يدري عن ابوي؟ الحين درى عن ابوي؟ من مده ما يدري عنه، الحين توه يدري عنه؟ ما علينا، الزبده صار. سلامتك يا اختي.
ما صار شيء، رحت المطبخ بسوي شاي، ما حسيت بنفسي إلا طحت، وتالي جابت لي ميري الغرفة. زين سيف وينه؟ مو موجود. ما أدري. بعد وينه؟ أكيد انحاش، شاف نتيجته أكيد تفشل وما يبي يوريني وجهه. طبعاً أنا مو راضية عليه، واللي أمه ما ترضى عليه الله ما يوفقه. المهم إيش رأيك دكتور بالمكان؟ والله شوف المكان راهي واسع ما شاء الله، الله يوفقك. ها إيش رأيك أنت؟ والله أنا أقول سعد بالله إيش عرفه دكتور سعد، إيش عرفه بهالسوالف؟ ما يعرف. المهم هني قلت ورا بسوي غرفة الفيشيل. فيشيل؟ فيشيل. وهناك شوف تعال معي، شفت الباب هذا؟ إيه. وراء على طول بحط بارتيشن وبسوي غرفة المساج. حلو. مساج إيش فيش إن أنت إيش ما قلت لي بقلبه بديكير ومانيكير وما إيش تخربطين هذا اللي شنو فيشل؟ شفت حبيبي عشان لما أقول لك إنك ما تعرف تصدقني. صدق إن أنا متخصصة في البديكير والمانيكير ويايبين أوردرز من برا حق الأصباغ وكذي والتركيب والحركات هذه، لكن لما تيجي الزبونة لازم نغريها، سوي لها باكج كامل فيشل مساج حركات. ولا شايك دكتور؟ عدل. عدنان عارف؟ لا أنت اللي تعرف. يبا لا ضيعوني بالطوشة، أنت خيطي وأنا ألبس، واللي تبينه مني يوصلك، الفلوس والرخصة سوالي عندك، تبين بعد؟ والله إنك سبع يا حماي، هذا الحكي اللي برد الكب. عيال تدرون؟ خل أوريكم التصاميم اللي سويتها حق الريسبشن. من ضمن الأوردرز؟ يي. إيش نتقول ها؟ إيش عارفك إيش؟ ما تعرف. أنا أتركه. سلام. هلا والله. مفاجأة صح؟ وايد. انت شو تسوين مع حدنا؟ جيت ادورك. وينك مختفي صار لك ايش كثر؟ من اخر مرة صورناك بالمعهد وانا ما اشوفك. شنو ما تبي تي تاخذ صورك؟ اوه عاد تصدقين؟ كله من المعهد، ماخذ كل وقتي. انا حتى صورك بالانستغرام ما نزلته. ناطرتك تعطيني رايك. شنو ما تبيهم؟ اكيد ابيهم. انزين. هذا الفلاش ميموري عليه كل صورك، ان شاء الله يعجبونك، شوفهم واعطني رايك. لا اكيد بيعجبوني، انا شايف كل شغلك بالانستغرام، وايد شغلك حلو. صدق؟ انت من متى ضايفني بالانستغرام؟ ويه، من اول ما تعرفنا على بعض. وما تقولي انه حيس؟ كان دزيت مسج الله يهداك. يا معود انا تليفوني بكبره ما ادري عنه، اخلصك انا حتى اكونت بالتويتر ما عندي. لا عاد كلش ولا تويتر، ترى ما ارضى عليه، هذا الوحيد اللي ما استغنى عنه. عاد زين اشو انك جيتي الحين ولقيتيني. جاي بشوف بس نفاجئ وبطلع. صدق؟ بشر سويت؟ الحمد لله ناجح. انت بشري؟ اول شيء مبروك. انا للحين في مواد طلعوا نتائجهم ومواد للحين الدكاتره شوي مغلبيننا. يلا موفقه ان شاء الله. تسلم. يلا حبيبتي توكلي على الله وحافظه الدعاء اللي علمتك اياه. اي خالتي يلا الله يسهل ان شاء الله. السلام عليكم، شلونكم يمه؟ هلا مباسل. هلا حبيبتي، عسى ما شر. لا شر يا يمه، يا بنيتي تعبانة والله يا يمه تعبان. خير إن شاء الله. ولدي باسل يا يمه ما أدري وين راح، اختفي يا يمه مرة واحدة، نقطة ماي وشربت القاع. أخوي باسل، أبي أخوي باسل، يبولي أخوي باسل، أبي أخوي باسل. ويغبر أباع، صلوا على النبي يا جماعة، شلون يضيع ريالش كبرش عرضه وين يضيع؟ ما أدري يا يمه ما أدري وين راح، صار له شهر يا يمه ما أدري عنه، ما أدري يا يمه، ناس يقولون مسافر وناس يقولون ما يدرون وين راح، ولا ندري أعرف ولا عارف إيش أسوي يا بنيتي. إنزين سافر وين راح؟ ما أدري يا بنيتي، ناس يقولون راح مصر وناس يقولون سافر لبنان وناس يقولون لندن. عشتوا لندن مرة واحدة من دوار قطع أربعة لندن. إيه؟ أبي أخوي باسل، أيبوني أخوي باسل، أبي أخوي باسل. زين أنت سألتي ربعة، يمكن واحد من ربعة يدري وين راح هو فيه. من وين للربع يا يما؟ هذا معادي الناس كلها. يا ربي أخاف اللي في بالي صار، أخاف اللي في بالي صار. أبي باسل عسى ما شر يبه صاير. أبي أخوي، أبي أخوي باسل، يما لا تمسيني، يما لا تمسيني. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه.
تستاهلين الطيب يا الغالية. حبيبتي سلم عمرك، أنت بعد صبرتي وتعبتي ونلتي. الحمد لله، بس صدقين ماني حاسة بالوناسة. ليش إنك طايحة كذي تعبانة؟ قومي يا أختي، قومي خلنا نوديك الطبيب. يا بعد عمري يا سعاد لا تحاتين، والله ما فيني إلا العافية. الحمد لله كأخذت دواء وصرت وايد زينة، بعدين كذي ولا كذي عندي باشر مراجعة إن شاء الله. يا صدق مبروك نجاح للطوف بعد. الله يبارك في عمرك، بس على شنو عاد؟ اللي يشوف المعدل يقول، لكن الحمد لله على كل حال. اسمها أنا أخذت الشهادة، على الأقل باكر تنفعها لما تتوظف، وأحسن من أختها مريوم شهادة متوسطة. الحمد لله. الحمد لله. كان قلت لي انك بتي، على الاقل قعدت بالبيت ما طلعت. يا يشوف عمي انا شنو يعني ما يصير؟ لو سالني انا كان قلت لك اذا كان موجود ولا لا. شنو انت الحين ايش فيك؟ تسوين معي تحقيق؟ سيف ايش فيك؟ ترى انت متغير، احس تحت راسك في شيء. انا متغير؟ متغير ليش نيت بيتكم؟ اي انت متغير. كل ما اكلمك تحقرني، قبل كنت تقول لي كل شيء، والحين حتى لما احاجيك ما ترد علي. وين كل شوي مغير صورك، مره حاط صورك ما ادري وين، مره بالنادي. انت قاعد تغير صورك لان البنات اللي عندك باللستة يشوفونك كل شوي مغير صح؟ يلا 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 سلام يلا. سيف لات ماشي تذكر احط بويه. ها انا احبك سيفو. مريم ها ايش تبين؟ بسينو بنت عمي فيصل تبيتش ناطرتك برا. الف الف مبروك حياتي. الله يبارك فيك. عاد صدق فرحت لك وايد. بعد عمري عاد انت وينك كلها مختفيه ما نشوفك. ام بنتي من متى؟ والله انا وايد ولهانة عليك. ويا سيات المزعجه جيت. وحشتيني انت وين؟ انت اكثر والله وايد ولهانة عليكم. هذه سوالفك صح كلها تغطين وتردين محلوه اكثر من قبل. اعترفي ايش مسويه؟ بلشنا الاياره. عاد انتم اللي صايرين ايش حالاتكم تهبلون؟ الولهان يسال بس انت كبر راسك. بدت ام لسان من يقدر لها هذه الحين؟ يا بنيه كان عندي ألف شغله وشغله، كافي امتحانات هالكور زين ما طلع لي منهم قرون. انزين وبشري؟ يعني الحمد لله في كم ماده عديتهم، بس في مواد للحين ما طلعوا. انزين قولي لي انت ايش سويتي؟ بتدشين جامعه؟ انطمي لا بالمخده على وجهك. لا انا مو قد الجامعه، انا ليه المدرسه وفرصه سعيده. انزين ليش ما تدشين معهد بسنتين؟ هذا على الاقل تخرجين ويكون عندك شهاده. سنتين هذه زين منها تحمل يومين صدقك انت؟ يا ربي انا ما ادري بنات عمي على منو طالعين، ايش فيكم صايرين ما تحبون الدراسه؟ حتى خالتكم قاعد تكمل دراستها. الا صدق ايش صار عليها نجحت؟ الحمد لله وجبت نسبه 89%. كفو كفو قدها وقدود باين خاف عليك. تستاهلين كل خير. تستاهل الطيب دكتور. ها قولي لي الحين شنو شعورك حاسه فيه؟ والله ما ادري ايش اقول لك، حاسه نفسي مو مصدقه. سعاد الحين انت تعبت وسويت انجاز كبير ووصلت اللي تبي توصلي له، بس الحين ما ابي طموحك يوقف هني، ابيك تكملين. إيه ان شاء الله دكتور بكمل. انا قصدي تكملين برا، تجيبين شهادتك من برا. برا برا؟ اي برا برا، انت ما شاء الله نسبتك عاليه، اخذي اوراقك وروحي التعليم العالي وقدمي وطلعي ايش يقولوا لك. اي بس دكتور يصير؟ انا خريجه مسائي. خريجين مسائي ما لهم رب؟ ما ادري قوانيننا كذي تقول، تمشي على ناس وناس. يا يبا انت روحي قدمي اوراقك وخلي الباقي علي انا. مش خسرانة؟ أكيد مو خسرانة شيء، بس بخسرك أنت وبخسر شوفة عيونك، بخسر صوتك اللي رحت ما راح أسمعه، بخسر حنانك وطيبتك واهتمامك الحلو فيني. لا ما تقول لي براكض لك بالموضوع، اشتاو عليك يا حافظ، بس سعيل على روحتي لهالدرجة فراقي سهل عندك؟
يا ربي متى بس؟ متى يحس يقولها؟ متى؟ شو أقول لك بعد؟ على كل الحكي اللي عندي قلته، بعد ما يصير أطلع حكي مني أنا زيادة، ما يصير. يعني شلون؟ انشقت الأرض وبلعته. يا أبو أحمد هذا وليدي، حشاشة يوفي. حشاشة يوفك إن شاء الله بيرجع لك. بعدين ترى هو ما هو ياهل بزر، إن شاء الله عليه ريال عود فاهم. فعليش بس. أنت الله يهداك، لا تقلبينها مناحة، طولي بالك شوية. وإن شاء الله ما فيه إلا العافية بيرجع لك إن شاء الله. عفا عليك بس. ده ما فيه إلا العافية. عيل شلون تقول سألت عني ربعي وقالوا لك ما يدرون بأي ديرة؟ لا هما ما قالوا لي كذي، لكن عاد قالوا لي الموضوع يبي له كم يوم، يعني يومين ثلاث أربع. الله يسلمك لأن شيء يكون بالمنافذ والمطارات ويعطونا خبر. بس أنت عاد هم طولي بالك شوية علينا. عمي أبو أحمد، عمي أبو أحمد. نعم يا بوي. الله يخليك، الله يخليك. قول لي اخوي، اخوي وينه؟ اخوي اخوي يعني ما ضاع اخوي؟ اخوي اخوي موجود اخوي؟ لا انا ما عندي احد غيره، وانا اطالع الله واطالعه. لا يا يبا ان شاء الله اخوك ما في الا العافيه ان شاء الله. ان شاء الله بخير. انت تقول باكر انا بجيب لكم الخبر ان شاء الله. امشي امشي اخذه يا يبا اخذه اخذه. امشي 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 ان شاء الله. خلاص امشي خلينا نلعب. تعال 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 السلام. انا صار لي ساعه ناطره احد جيه واقول حق ابوي وين. ارتحتي الحين؟ تطمنتي عليه؟ انا ما ارتاح ولا اتطمن ولا يهدي لي بال لما يرجع ولدي. حسبي الله على اللي قص عليه، حسبي الله على اللي قص عليه وخلاه يسافر، حسبي الله عليه. اخوك باسل موجود، ابوي كلمه. لا تعاتي زين، تعال خلينا نلعب انا وياك. ايش فيك؟ خلاص ايش فيك؟ شعالي ما شاري انت؟ لقيتها بالبيت اللي يمنا. ضايقه ولا ماخذها؟ لا هم اعطوني اياها. الا صدق حجيه بغيت اسالك، اللي اعرفه عن بسول انه حافي منتف على قد حاله، فقير، من وين الفلوس عشان يسافر؟ ها؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.